كنا بنتكلم على إيطاليا وبنتكلم على المشروع الإيطالي اللي جاي معانا ماورو إسبازيتو، ده طبعا لاعب كبير في روما. عايزين أولا بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، طبعا لاعب روما ولاعب جنوة ولاعب على مستوى كبير جدا جدا. الأول ماورو بنقول لك كل سنة وانت طيب، 43 سنة وعام سعيد عليك. شكرا ومساء الخير، شكرا لكم على توقيع الدعوة لماورو اسبوزيتو، وفخور بزور على قناة النادي الأهلي وأن يتم دعوتي على شاشة قناة النادي الأهلي الأعظم في أفريقيا والوطن العربي. الأهلي معروف أيضا في إيطاليا ومعروف في أوروبا، النادي الذي يفوز دائما بالبطولات الكبيرة في أفريقيا، واستغل هذه الدقائق واوجه تهنئه لمحمد صلاح على فوزه منذ قليل بجائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي، لان صلاح صنع تاريخ كبير لمصر والمصريين عندما كان في روما وفيورنتينا، وها هو يصنعه ايضا في ليفربول. طبعا اكيد كنت متابع الحفل لتوزيع الجوائز، هل كانت بالنسبه لك شيء متوقع حصول محمد صلاح على هذه الجائزة بعد موسم طويل رغم عدم الفوز بالبريمير ليج وكمان الخسارة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال، هل كنت متوقع فوز محمد صلاح بهذه الجائزة؟ بالنسبة لي نعم نعم، لأن هذه الجوائز الفردية بالنسبة للدوري الإنجليزي ليست لها علاقة بكل ما حدث في فاينل تشامبيونز ليج، لأن صلاح أظهر مستوى رائع، أداء عظيم من لاعب مصري أفريقي، كل يوم يقدم الجديد ويقدم أشياء عظيمة في كرة القدم، وأنا متأسف لخسارة صلاح في فاينل تشامبيونز ليج أمام ريال مدريد، ولكن على صلاح أن لا ييأس أبدا ويواصل تقدمه نحو المجد. ماورو قبل ما اخش معاك في الحديث عن الكره الايطاليه، لفت نظري التابلو الرائع اللي وراك بتيشيرتات واساطير وكمان اسمك موجود طبعا من ضمن هذه الاساطير، احكي لنا يعني التيشيرتات دي محتفظ بيها وذكرياتك معاها ايه؟ نتحدث عن ذكريات عظيمه وكبيره بالنسبة لي. تيشيرت مارادونا يبقى الأعظم بين هؤلاء التيشيرتات، لأن مارادونا هو من قام بإعطاء التيشيرت شخصيا عندما كنت في ناشئي نابولي، عندما بدأت في نابولي ثم بيسكارا، مارادونا قام بإهداء هذا التيشيرت، وبالنسبة لي تعتبر أعظم ذكرى هو تيشيرت مارادونا. ثم لعبت عامين رائعين مع جيان فرانكو تزولا، والجميع يعرف من هو تزولا، قضيت معه سنتين في كالياري، كان ثم تيشيرت فرانشيسكو توتي زميل وأخ، لعبت معه كثير من الأعوام في ماجيكا روما وادي البيرو معروف للجميع، قمت باستبدال التيشيرت. إذا تحدثنا عن هؤلاء التيشيرتات ذكريات عظيمة وكثيرة، أنا فخور في هذه المسيرة الرائعة. بالنسبة لذكرياتك بتتكلم على ذكريات، فعايز أعرف منك 9 أكتوبر 2004 ماذا يمثل لك هذا التاريخ؟ سؤال جيد، من يستطيع أن ينسى هذا التاريخ؟ هذا التاريخ هو اليوم الأول عندما تم استدعائي للمنتخب الإيطالي، كنت على هبة الاستعداد، وكان أسعد خبر في حياتي عندما تمثل منتخب بلادك، كان هذا خبر عظيم بالنسبة لي. أنا لا أستطيع أن أنسى هذا التاريخ أبدا، لأن كنت على بعد شهور من تمثيل إيطاليا في كأس العالم في 2006، ولكن حدث ما حدث. طيب هنيجي كمان لكأس العالم 2006 ونعرف برضو أسباب استبعادك رغم يعني استدعائك في هذه البطولة، لكن ما توجهتش أو ما استدعتش بشكل رسمي. خلينا نتكلم على الكرة الإيطالية ورأيك في مانشيني، طبعا روبرتو مانشيني، ورغم طبعا الخسارة لتأهل لكأس العالم القادم للمرة الثانية على التوالي، ولكن يبقى مانشيني على رأس القائمة الفنية للمنتخب الإيطالي، وهل هناك مشروع من مانشيني ل
ظهور منتخب إيطاليا بعناصر شابة في الفترة القادمة؟ مانشيني بالنسبة لي وبالنسبة لروبرتو مانشيني، عندما أتحدث عن ميستر روبرتو أنا أشعر بالفخر لأنه كان لاعب جيد ومدرب رائع وقام بصنع المجد مع منتخب إيطاليا بفوزه ببطولة اليورو، لأن لا أحد كان ينتظر أن تفوز إيطاليا مع مانشيني ببطولة اليورو، لكن تاريخ إيطاليا مع روبرتو مانشيني تاريخ عظيم، لكن عدم تأهل إيطاليا للمونديال كانت حسرة وكانت خيبة أمل لمانشيني وشباب إيطاليا الذين كانوا ينتظرون تمثيل إيطاليا في كأس العالم بقطر، لكن حدث ما حدث يجب أن نتحدث عن المستقبل لأن الحديث عن الماضي لن يفيد بشيء، ويجب أن نكون مهتمين أيضا بفريق الشباب، ولهذا أتمنى أن تكون إيطاليا رائعة معه في الأيام القادمة. أكيد أنت كمان عندك خبرات على مستوى الدوري الإيطالي والكرة الإيطالية اللي ناس كتير بتشوف أنها بتمر بأزمة كبيرة، شايف من خلال رؤيتك إيه الأزمة في الكرة الإيطالية؟ هل قلة المواهب الكثيرة بالمقارنة بطبعا الجيل اللي قبل الماضي والجيل الماضي؟ هل هناك خطة على مستوى الاتحاد الإيطالي للارتقاء بالمنتخب الإيطالي الفترة اللي جاية؟ أنت شايف أين الأزمة في الكرة الإيطالية؟ للأسف من الصعب الحديث عن سبب معين، الأسباب كثيرة. الكرة الإيطالية عانت منذ أيام ومنذ سنوات ومنذ شهور، وكل يوم نتحدث عن مشاكل داخل أروقة الاتحاد الإيطالي. عندما يكون فساد داخل الاتحاد الإيطالي تكون هذه النتائج، ولكن دعني أكون منصفا، نفس الاتحاد ونفس مدير الاتحاد فاز ببطولة اليورو، لكن بالنسبة لي السبب الرئيسي هو نقص كبير في قطاع الناشئين الإيطالي وقطاع الشباب، لأن الشباب والناشئين يتم، لا أريد أن أقول هروب الناشئين، ولكن الجميع يفضل أن يخرج خارج إيطاليا، ولهذا للأسف هناك مشاكل في قطاع الناشئين، وأي دولة هناك نقص في قطاع الناشئين سوف تعاني على المستوى المنتخب الكبير. قبل ما تسيبنا مورو، حابب أعرف، هناك لقاء مهم جدا ما بين المنتخب الإيطالي ومنتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، توقعاتك لهذا اللقاء؟ كما ذكرت في أول الأمر المنتخب لعب مباراة عظيمة أمام المجر، وكما ذكرت أيضا يجب أن نعود ويجب أن ننطلق وتكون نقطة الانطلاق دور الأمم الأوروبية لكي نثبت للجميع أن عدم تأهلنا لكأس العالم كان مفاجأة ليس أكثر، وأننا استحقينا التتويج بلقب اليورو، لكن مباراة إنجلترا ستكون صعبة جدا على المنتخب الإيطالي، لأن إنجلترا لديها نقطة واحدة في المجموعة وهي تريد أن تفوز، ولكن نحن نؤمن بحظوظنا ونؤمن بحظوظ المنتخب أننا أبطال عالم وسنعود كما كنا أبطال العالم في 2006. طبعا كل الشكر للمورو طبعا.